الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العلي العظيم. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هذا المعنى الذي ذكره هذا الشاعر الألمعي ابن العرندس رضوان الله تعالى عليه، وهو من الشعراء النوادر في الجناس، لعله في الجناس إما لا نظير له في قوته أو قل نظيره في تاريخ العرب. هذا المعنى الذي ذكره هذا الشاعر الكبير ورد في روايات عديدة لعلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولعله عن آخرين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعوض ما صنع من أجله
عز وجل. لو كان العمل صغيرا جدا، شخص يبتلى ابتلاء صغير جدا، ألم صغير، جرح صغير في إصبعه، لله عز وجل. الله عز وجل هذا العمل الصغير يعوضه. فكيف إذا كان العمل كبيرا؟ مؤمن يعمل عملا بالنسبة إليه كبيرا، الله عز وجل يعوضه. فكيف إذا كان أكبر شيء يمتلكه الإنسان المؤمن؟ الإنسان يضحي بكل ما عنده، مؤمن يضحي بكل ما عنده، طبعا الله عز وجل يعوضه. هذا بالنسبة للمؤمنين العاديين، فكيف بالنسبة إلى خيرة خلق الله، الأنبياء الأوصياء التي مصائبهم ابتلاءاتهم لله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كثيرة عظيمة، طبعا كل هذا له تعويض. هل توجد مصيبة في تاريخ العالم أعظم من مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ كلا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام سيد العابدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: لا يوم كيوم الحسين. جبرائيل عندما نقل بعض المقاطع لآدم قال له: تصغر عندها المصائب، عند مصيبة الإمام الحسين تصغر المصائب. المصائب جامع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل المصائب، النافي له شمولية. لا يوم يعني لا يوم في السماوات، لا يوم في الأراضين، لا يوم في عالم الملائكة، لا يوم في عالم الجن، لا يوم في عالم البشر كيومك يا أبا عبد الله. مصيبة أعظم من مصيبة سيد الشهداء ما كانت ولا تكون في كل عالم الوجود. هل يوجد صبر مثل صبر الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ لا. عندما تتعجب ملائكة السماء من صبره، لا أتذكر مثل هذا النص بالنسبة إلى أي مصيبة. هل توجد نية في خلوصها في درجة الإخلاص أرفع أو بمستوى نية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء؟ كلا وألف كلا. هذه المصيبة الكبرى وهذا الصبر الأكبر وتلك النية العظمى، ما الذي عوضه الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي عوضه الله سبحانه وتعالى بدل هذه؟ هذه الأحاديث الشريفة تذكر التعويض الإلهي. ما ذكر في هذه الأبيات، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن العرندس أخذها من الروايات الشريفة وغيرها أيضا. الله سبحانه وتعالى مما ورد في الرواية الأخرى أيضا من جملة التعويض لدم الإمام الحسين لتضحية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أن الزائر في طريق ذهابه إلى زيارة المولى سيد الشهداء وفي طريق رجعته، هذه الفترة لا تحسب من أيام عمره، من التعويض الإلهي للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بتضحيته الشفاعة وغير هذه الأمور. هذه تعويضات جدا عجيبة
جدا جدا عجيبة. هذه التعويضات تثير سؤالا، تثير استغرابا. من المضحي؟ الإمام سيد الشهداء. التعويضات لمن؟ المفروض أن التعويضات تكون للإمام سيد الشهداء. التعويضات للناس، هذا ليس غريبا؟ من المستفيد الشفاء من تربة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ الناس. في مقابل ماذا؟ في مقابل تضحية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ليس غريبا هذا؟ يعني أنت تعمل عملا في الله لله في سبيل الله عز وجل، بدل عملك عوضا عن عملك الله عز وجل يعطي شيئا لشخص آخر، هذا ليس عجيبا؟ له تربة فيها الشفاء، الشفاء لمن؟ للناس. عوضا عن ماذا؟ عن تضحية الإمام سيد الشهداء. المورد الآخر كذلك، استجابة الدعاء تحت قبته. في بعض النصوص الشريفة إجابة الدعاء عند قبره، هذه الكلمة لعلها تكون من جهة أشمل من تلك الكلمة. عند قبره يعني عند الازدحام، عندما الإنسان يذهب ويرى أمواج من البشر في زيارة الأربعين، في عرفة، في عاشوراء، في النصف من شعبان، في الأيام المزدحمة جدا، كثير من الناس لا يتمكن أن يدخل حتى إلى الصحن الشريف في الشارع، هذا عند قبره. إجابة الدعاء عند قبره حتى الذي يقف في الشارع، طبعا مع وجود الازدحام، هذا كله عند قبره الشريف. إجابة الدعاء عند قبره، استجابة الدعاء تحت قبته كما في عبارة ثانية. من المستفيد منها؟ الناس يذهبون يدعون يأخذون حوائجه. الشفاعة في يوم القيامة من المستفيد منها؟ الناس. أناس استحقوا نار جهنم بشفاعة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يدخلون نار جهنم. المستفيد الناس. الذهاب والإياب بالنسبة إلى الزائر، هذه الفترة لا تحسب من أيام عمر الزائر، الفائدة لمن؟ الإمام سيد الشهداء استفاد؟ لا، الناس استفادوا. الزائر هذا مثلا عمره المقدر له 70 سنة مثلا، خلال فترة عمره سنتان كان في الطريق، في ذهابه إلى كربلاء وفي بقائه في كربلاء للزيارة وفي رجوعه، هذه الفترة سنتان. هذه الفترة يعني عمره التقديري عند الناس يكون 72 سنة، ولكن هو عمره المحدد 70 سنة. هذه الفترة هذا الذي استفاد من هو؟ الزائر. ليس هذا عجيبا؟ أصغر تضحية، أصغر تضحية، لو الإنسان المؤمن ضحى بتضحية صغيرة جدا، ألم بسيط في الله، يتوقع أن الله سبحانه وتعالى بفضله طبعا يعطيه يعوضه. فكيف إذا كان شيئا عظيما؟ فكيف إذا كانت المصيبة تلك المصيبة والصبر ذاك الصبر والنية تلك النية؟ التعويض يكون للناس، جدا غريب. ما هو تحليل هذا الموضوع؟ ما هو الجواب على هذا السؤال؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى عادل، تضحية شخص عوضها يكون لشخص آخر يحتاج إلى جواب لهذا الخالق العادل عز وجل. الجواب، الله عز وجل هو خالق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه،
وهو يعلم ما يريده الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه إرادة المولى سيد الشهداء. لا يمكن أن الله عز وجل يعوض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بشيء غير ما يريده الإمام. يعني الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ضحى بتلك التضحية الاستثنائية، صبر ذاك الصبر الاستثنائي. لو كان الله سبحانه وتعالى يسأله، والله يعرف ما في ضمير سيد الشهداء، ما يريده الإمام سيد الشهداء، لو كان يسأله أبا عبد الله أنت ضحيت بتضحية لا نظير لها، صبرت صبرا لا نظير له، نيتك نية لا نظير لها، ما الذي تريد عوضا عن هذا الدم الطاهر، عوضا عن هذه التضحية؟ الإمام سيد الشهداء كان يطلب هذه المطالب. بالله عليكم أي كرم هذا؟ أي جود هذا؟ تلك المصائب التي تحملها الإمام سيد الشهداء التي لا تتحملها الجبال الرواسي على صلابتها، التي لا تتحملها ملائكة السماء المقربون، تحملها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ما التعويض الذي تريده أبا عبد الله؟ قال لنفسي شيء؟ الشفاء تكون في تربتي للناس، إجابة الدعاء عند قبري تكون للناس، الشفاعة في يوم القيامة أخرج الناس من جهنم، لا أدعهم يدخلون إلى جهنم. في مقابل ماذا؟ في مقابل أن أختي زينب سلام الله عليها تذهب أسيرة. لا أتحدث عن السيدة زينب سلام الله عليها، أتحدث عن مصيبة الإمام الحسين في أسر زينب. في مقابل أن بنتي رقية تصفع، لا أتحدث عن رقية، عن مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها، أتحدث عن ألم سيد الشهداء بهذه الصفعة. وما صنع في الشام بأهل البيت، هذه كلها مصائب سيد الشهداء. ناهيك عن مصائب عاشوراء، ما الذي حدث في يوم عاشوراء بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عند أخيها بالفضل؟ ما الذي حدث بسيد الشهداء؟ قلت لا أتحدث عن من حول الإمام الحسين، أتحدث عن مصيبة الإمام سيد الشهداء باستشهاد العباس سلام الله عليه. عند علي الأكبر ما الذي حدث بالإمام سيد الشهداء؟ اقرأوا التاريخ. من شدة المصيبة كاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يموت. في مقابل هذه المصائب أبا عبد الله ما الذي تريد؟ أريد عوضا للناس. بالله عليكم عظمة مثل هذه العظمة سبقتموها؟ تعرفون كرما مثل هذا الكرم في تاريخ البشر، في تاريخ الأنبياء استثنوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، في تاريخ بقية الأنبياء تعرفون هكذا شيء؟ نبي من الأنبياء يضحي بتضحيات كبيرة، لا أقول مثل تضحية سيد الشهداء، لا توجد مثل تضحية سيد الشهداء، بتضحية كبيرة يطلب عوضا للناس. أي كريم هذا المولى. أحدنا لا شيء عادي لا يطلب عوضا للآخرين. نعرف معنى السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، يا فريد الله أبا عبد الله، الله عز وجل خلق حسينا واحدا فقط أنت، يوجد مثل هذا الشيء؟
تاريخ البشر عرف حسينا ثانيا؟ أبدا، كلا وألف كلا. وتر الله، نفس هذه الزيارة مرتان في هذه الزيارة نكرر هذه العبارة، مرة بالسلام بصيغة السلام، مرة بصيغة الشهادة. السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، بعد مقاطع أشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض. أنت فريد الله أبا عبد الله. أنا لا أسأل الله عز وجل في مقابل تضحية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما الذي يصنع؟ أسأل في مقابل هذا الكرم الله عز وجل ماذا سيفعل؟ في مقابل هذا الكرم، في مقابل هذه النفس الكبيرة، الله شكور، إن ربنا لغفور شكور. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كريم، نعم هو مظهر كرم الله عز وجل. الله عز وجل كيف سيتعامل مع سيد الشهداء مع هذا الكرم فقط؟ الإمام الحسين يكون هكذا كريم؟ هذا الكرم يفوت؟ شخصية يصنع هذا الصنيع الاستثنائي ويطلب في مقابل هذا الصنيع عوضا للناس، هذا الكرم كرم النفس، هذه النفس الكبيرة، الله عز وجل يفوت هذا الكرم؟ أبدا، الله شكور. ما الذي يعطيه لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذا في مقابل هذا الكرم؟ لا أعلم ولا يعلمه إلا هو عز وجل، هو يعرف. في مقابل هذا الكرم يلزم أن يعطى شيء كبير كبير كبير. الله يعطي شيئا عظيما، ما الذي سيعطيه؟ الله يعرف. فلا نستغرب عندما نسمع أي شيء يصنعه الله سبحانه وتعالى للمولى سيد الشهداء. أيضا ندور في مدار الناس، ولكن شيء باسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لا نستغرب ما ورد في الروايات العديدة المعتبرة أن زائر الحسين عليه الصلاة والسلام كمن زار الله في عرشه. لا نستغرب عندما نقرأ في الروايات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى ليباهي بزائر الحسين والوافد يفده ملائكته المقربين وحملة العرش. يباهي، كلمة جدا كبيرة. يباهي من؟ الملائكة العاديين؟ لا، الملائكة المقربين وحملة عرشه. لا نستغرب عندما نقرأ في الروايات الشريفة، لا هذا لا يحتاج إلى قراءة روايات شريفة، عندما يجد المؤمن في نفسه حبا جعله الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء لا نظير له، هذا لا يحتاج إلى قراءة روايات شريفة. انظر إلى قلبك عندما يسمع الإنسان اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تدمع عينه. هذه المحبة لا توجد في قلوب المؤمنين لأي شخص آخر، لا تستغرب، هذه المحبة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبك. هذا الإمام الحسين الذي هكذا يضحي وهكذا يطلب عوضا للناس، حتما الله عز وجل يجعل في قلوب الناس له حبا لا نظير له.
عندما تهفو قلوب الملايين من البشر إلى تلك البقعة المباركة، لا تستغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكل المؤمنين، ولكن المؤمن الذي يرى ملايين عشرات الملايين يذهبون مشيا على الأقدام إلى زيارة المولى سيد الشهداء وهو لا يتمكن، الله يعينهم، الله يعين هؤلاء المؤمنين الذين لا يتمكنون من زيارة المولى سيد الشهداء، يوجد ألم في قلوبهم لا يتمكن أن يدركه الإنسان. وغيرها وغيرها وغيرها. أوشكنا على الزيارة الكبرى للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، زيارة الأربعين. الحمد لله رب العالمين، كثير من المؤمنين في هذه السنوات وفقوا على الأقل مرة واحدة لزيارة المولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن لم يوفق أن يوفقه من المؤمنين، أن يوفقه لزيارة المولى سيد الشهداء في الأربعين. الذي يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يعطيه الله سبحانه وتعالى لأجل الإمام الحسين، هذا أيضا للناس. كان كمن زار الله في عرشه، أيضا للناس. عجيبة قضية سيد الشهداء، أينما تدور ترجع للناس. هذا كله من عطاء الإمام الحسين، هذا كله تعويض الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء بطلب من سيد الشهداء. الذي يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الأربعين يجد ما يجد، أول ما يجد اللذة لا توصف. ما يدركه الإنسان من اللذة لا يوصف، خصوصا في الأربعين، في أيام الأربعين. الذي ذهب إلى زيارة الأربعين يعرف ما أقول، لذة ما مثلها لذة. يجد في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الراحة، وأية راحة، أية راحة نفسية عظيمة، أية راحة روحية عظيمة. المؤمن يقال له أنت بزيارتك للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أسعدت فاطمة الزهراء. لا توجد راحة نفسية أعظم من هذه الراحة النفسية. يقال له أنت بزيارتك للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فرحت قلب جده رسول الله صلى الله عليه وآله. تجدون راحة روحية أعظم من هذه الراحة؟ وثواب الله عز وجل العجيب العجيب، نسمع كلمات لا نعرف حدودها، لا نعرف أصلا معناها. ألف حجة، ألف عمرة، ألف جهاد في سبيل الله عز وجل بين يدي إمام معصوم، حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، معاني لا ندركها، وروايات أكثر أكثر من هذا العدد. حج، حج تعلمون ما هو الحج المستحب؟ كم ثوابه؟ وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة.
كل الناس، ما ورد في الرواية الشريفة، كل الناس يتمنون في يوم القيامة أن يكونوا من زوار الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا؟ كل الناس. هناك يظهر ما يكون لزيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. كلمتي الأخيرة، حي على الزيارة، نقول للإمام سيد الشهداء الذي يتمكن، نقول للإمام سيد الشهداء: لبيك داعي الله، لبيك يا وتر الله الموتور، الذي يتمكن أن يذهب إلى كربلاء فهنيئا ثم هنيئا له. الذي يتمكن أن يمشي في زيارته فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا له. الذي يتمكن في مشيه إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن تكون عبرته جارية فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا. أختم كلامي بحديث شريف: والإنسان عندما يراجع الأحاديث الشريفة في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بوده أن لا يتكلم عن نفسه بكلام، لعظمتها، لما تضمنته من العظائم الكبائر، لا من الذنوب، الكبائر، من الحسنات، العظائم، من المثوبة. هذا حديث رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، يبدو أن الحديث حديث مفصل. أنا أقرأ لكم مقطعا، هو ابن قولويه ذكر مقاطع من الحديث الشريف، ما ذكر الحديث كله. عنده عبارة أنه هو ذاكر مقاطع من الحديث، أنا أقرأ مقاطع مما ذكره ابن قولويه. عن صفوان الجمال قال: سألت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، الحديث كان مع الإمام عليه الصلاة والسلام، عن زيارة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه، قلت: فمن يأتيه زائرا ثم ينصرف فمتى يعود إليه، وفي كم يؤتى، وفي كم يسع الناس تركه، كم يتمكن الذي، كل الكلام عن الشخص الذي يتمكن من الذهاب إلى زيارته، الذي لا يتمكن لعذره، عذره معه، الذي يتمكن، كم يسع الناس تركه، يعني ذهبت إلى زيارة المولى سيد الشهداء بعد كم يلزم أن تعود. قال عليه الصلاة والسلام: أما القريب فلا أقل من شهر. إذا مكانه وضعه قريب يتمكن أن يذهب، المفروض أنه في كل شهر مرة يذهب. وأما بعيد الدار ففي كل 3 سنين، هذا أقصى حد، في بعض الروايات الشريفة 4 سنوات لمن يتمكن. بعد أكثر من هذا يلزم أن لا يتأخر في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. إذا جاز، إذا تأخر أكثر من 3 سنوات وهو يتمكن غير معذور، هذا شيء مما جعله الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء. فما جاز 3 سنين فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وقطع رحمه، إلا من علة، شخص معذور. القضية فقط واجب، أنه إنسان واجب يذهب، وإلا فقد عق رسول الله والعياذ بالله تعالى. لا، القضية لك،
فائدة لك. ولو يعني هذا عق رسول الله هو يضر نفسه، عق رسول الله. ولو يعلم زائر الحسين عليه الصلاة والسلام ما يدخل على رسول الله، يعني على قلبه، وما يصل إليه، أو ما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصل إليه من الفرح، لو كان الزائر يعرف أنه بزيارته للمولى سيد الشهداء أي فرح يدخله على قلب رسول الله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأئمة والشهداء منا أهل البيت، لو كان يعرف أي فرح يدخله إلى قلب أمير المؤمنين، أي فرح يدخله إلى قلب الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى ترى هذه الملايين يأتون إلى قبر سيد الشهداء، كم تفرح لو كان يعرف هذا الشيء. ثانيا، وما ينقلب به من دعائه له، لو كان يعرف الزائر الدعاء الذي يدعوه رسول الله صلى الله عليه وآله له، الذي يدعوه أمير المؤمنين له، الذي تدعوه فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم وعلى آلهم له، هذا ثانيا، لو كان يعرف الفرح الذي يدخله إلى قلوب أهل البيت، لو كان يعرف الدعاء الذي يشمله ببركة زيارته للمولى سيد الشهداء من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وما له ثالثا، وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله، والمذخور له عند الله، لو كان يعرف هذه الأمور الثلاثة لأحب أن يكون ما ثم داره ما بقي. ثم يعني هناك، اسم إشارة إلى المكان. ثم لو كان يعرف هذه الأشياء كان يتمنى أن ما بقي من عمره يكون عند القبر، عند قبر سيد الشهداء، تكون داره عند الإمام الحسين، لو كان يعرف هذه الأشياء. وإن زائره ليخرج من رحله، يخرج من السيارة مثلا، فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له. يقع فيء الإنسان، ظل الإنسان على الأرض، الأرض تدعو له. يقع فيئه على الجدار، الجدار يدعو له. يقع فيئه على سيارة، السيارة تدعو له. كل شيء يقع في زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عليه، ذاك الشيء يدعو للزائر. نظرة الزائر مبارك، نظر الأشياء إلى الزائر فيها بركة للأشياء، فيئه فيه بركة. اسمه زائر الحسين، كل شيء فيه مبارك. فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له، فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئا. فينصرف وما عليه ذنب فقط، لا، وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحط بدمه في سبيل الله. كلمة وراء كلمة، عظمة وراء عظمة. ويوكل به، أنت ذهبت إلى زيارة المولى صلوات الله وسلامه عليه، ما دمت أنت هناك تزور، تستغفر، تدعو، تصلي، أنت رجعت إلى بلدك بمجرد أن تخرج، بمجرد خروجك من كربلاء، الله عز وجل يوكل ملكا بدلك في كربلاء، ويوكل به ملك يقوم مقامه بدلا عن فلان من المؤمنين، بدلا عن فلان من المؤمنين، ملك آخر. ذاك الملك يبقى في كربلاء يستغفر لك أنت الزائر عندما ترجع، وكيل عنك، ما دمت أنت هناك أنت تؤدي، عندما ترجع
ملك وكيل عنك، يبقى هذا الملك كم يبقى؟ ويوكل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له، يبقى هذا الملك إلى ثلاث حالات، إحدى ثلاث حالات، إما أنت تعود الملك يصعد خلاص الأصيل جاء هو وكيل حتى يرجع إلى الزيارة، أو يمضي ثلاث سنين أو يموت، هذا الملك يبقى هناك وكيل عنك إلى أن ترجع أنت، أو لا سمح الله تمضي ثلاث سنوات وأنت تتمكن من الرجوع ولا ترجع، الملك يصعد خلاص مدة وكالته تنتهي، أو أن الشخص يموت خلاص حسابه في الدنيا انتهى. ويوكل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له، هذا استغفار من ملك استمرار لك في كل لحظة لحظة، حتى يرجع إلى الزيارة أو يمضي ثلاث سنين أو يموت. طبعا الحديث له تتم. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولى الكريم بتلك التضحية الاستثنائية بذلك القلب العظيم بتلك الروح التي لا نظير لها بذلك الفريد الذي الله عز وجل ما خلق مثله ولن يخلق مثله بحق الإمام سيد الشهداء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق الإمام الحسين ارزقنا قريبا عاجلا زيارة الحسين، اللهم بحق الإمام الحسين ارزقنا قريبا عاجلا زيارة الحسين، اللهم بحق الحسين ارزقنا قريبا عاجلا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وخدمته واتباعه، وفي الدنيا والآخرة شفاعته، وفي الجنة جواره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.